alaikum. Je me présente, Mena Serlima. Je suis pharmacienne de formation et je fais aussi de la savonnerie artisanale. Le nom de marque Ta'i est Mimosa. اليوم دينا شركة شتلات مع الكشافة درنا ناتولي تاع صناعة الصابون. خدمنا هذا صابون اللي راكم تشوفوا فيه. استخدمنا في صابون هذايا زيوت نباتية طبيعية، استخدمنا الصودا اللي هي لا ماتيغ بريمير، واستخدمنا ثاني الحمضيات اللي هما عندهم علاقة مع شركة شتلات. في الحمضيات استعملنا التينة، استعملنا لو جو دورونج باش درنا هذا الصابون. دونك هذايا ساسخا ان صابون اورانج كانيل، دونك بالقرفة والتينة. كانوا كاينين خطوات باش خدمنا هذا الصابون. كان لازم نستعملوا ثلاث زيوت، زيت الزيتون، زيت جوز الهند وزبدة الشيا. كي ذوبنا زيت جوز الهند وزبدة الشيا ذوبناهم وخلطناهم مع زيت الزيتون باش قدرنا نخدموا خليط تاع الصابون. تعرفنا على الأستاذة ريما وخدمنا معها الصابون، وما كانش على بالنا بلي نقدروا نخدموا الصابون بعصير البرتقال. درنا دونك زيوت تاعنا مع الصودا، زدنا لو جو دورونج، زدنا لا كانيل. البنات تاع الكشافه شاركوا معنا وكانوا مهتمين باش يعرفوا كيفاش تتم صناعه الصابون. ازون بوزي لي بون كيستيون، ازيتي رياكتيف و فوالا سا سي تري بيان باسي. الأمور اللي عجبوني إنه قمنا بتجربة هذه الصناعة، ونشكر هذه الشركة شتلات اللي دارتنا هذه المبادرة وخلتنا نعرفوا نصنع ونتعرفوا على طريقة صناعة صابون تقليدي. قسمناهم إلى عدة أنواع، كل نوع درنا فيه حاجة. في درنا تا واحد تاع القرفة، ودرنا واحد تاع عصير البرتقال، وواحد خليناه كيف كيف، ومن بعد خلطناه في قالب واحد باش ينتجوا لنا صابون مليح. كان نشاط رائع وتعلمنا فيه بزاف حوايج، وان شاء الله يكون يعني معرفه مليحه لينا. كان نشاط هايل عجبني واستمتعنا فيه. هذا الصابون اللي راكم تشوفوا فيه لازم يريح 48 ساعة باش يخلص التفاعل تاع الصودا مع الزيوت النباتيه. كي يخلصوا هذو لي 48 ساعة نقسمو وراني نجيب لكم باش تشوفوا لو ريزولتا فينال. ويعطيكم الصحه، ميرسي بوكو اي بون كونتينياسيون.